السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة بدل حياتك. في كل حلقة غنشوفوا قصة من كتاب وكيفاش تقدر تبدل بها حياتك. كتاب ديال اليوم كلشي عارفو، او على الاقل كلشي سامع به، الاب الغني الاب الفقير ديال رجل الاعمال روبرت كيوساكي. قصة ديال اليوم جرات فاش روبرت كان عنده 9 سنين، كان تيقرا هو وصاحبو مايك في مدرسة ديال الاغنياء. واحد النهار جات الام ديال جيمي اللي هو واحد داري عائلته غنية، جات فواحد الكاديلاك واعرة، وجيمي داك النهار عرض على كاع صحابو المنزل الشاطئي ديالهم الا روبرت ومايك. وفاش سولوه علاش، هنا كانت المفاجاه، حيت قال لهم نتوما فقراء. وهنا روبرت بقى فيه الحال بزاف. فهاد القصه تيبان لينا جوج ديال الاطراف، تيبان لينا جيمي اللي مارس الطبقيه ديالو، مارس واحد النوع ديال الحقره بالفلوس ديال العائله ديالو، مشى فرحان مشى طرونكيل. وكاين روبرت اللي بقى فيه الحال فقط حيت ما عندوش فلوس. هنا روبرت في هاد القصه كانت اول مره غادي يعرف التاثير ديال الفلوس في حياته هو، كيفاش ان عدم الوجود ديالها كان عليه تاثير سلبي. دونك هنا السؤال اللي تيطرح، واش فريمون الفلوس عندها اثر على الحياه ديالنا وعلى الراحه ديالنا؟ داروا بزاف دراسات في هاد المجال، وكانت واحد الدراسه مهمه، دراسه دارت في استراليا، اللي بينات انه سي فري الفلوس مهمه للراحه ديال الانسان، ولكن في واحد لا مارج. شرحوا كيفاش. فاش الانسان تقدر يوفر السكن ديالو، الماكله ديالو، الصحه ديالو، التعليم ديالو ديال وليداته، وبصفه عامه الامن الاقتصادي ديالو، يعني الا بغى شي حاجه اساسيه يقدر يمشي ليها يقدر ياخذها، هنا تكون عندها تاثير كبير في الراحه ديالو، ولكن في واحد القدر مالي. يعني في استراليا كان هذا القدر هو 100-150 الف دولار في العام، اللي المواطن الاسترالي فاش يتجاوزها ما تبقاش كاين واحد التاثير كبير ديال الفلوس على الراحه ديالو. والعكس صحيح، لقاو ان فاش ما تيكونوش فلوس، فاش الانسان ما تيقدرش يوفر الاساسيات ديالو، يعني ما تيقدرش يوفر الامن ديالو، ما يقدرش يوفر الغذاء ديالو، ما يقدرش يوفر الصحه، يامن الصحه ديالو، هنايا تبدا الانسان تعاني، تبدا تيكون لو ستريس، وتبداو يبانو امراض نفسيه، وتكون سوسيبتيبل على ان يبانو لي امراض جسديه. وكان القدر المالي هنا هو 60 الف دولار اللي الا نزل عليه المواطن الاسترالي تيكون في هاد لا كاتيجوري. دونك من القصه ديال روبرت ومن هاد الدراسه تيبان لينا انه فلوس مهمه في حياه الانسان، انه بغينا ولا كرهنا الفلوس هي عامل من عوامل الراحه. بيان سور ما تنقولوش ان الفلوس هي الراحه توتال، حيت كاين حوايج اخرين، ولكن الفلوس واحد العامل مهم للانسان، خصو يديرو في بالو وخصو يخدم على قبلهم ويفكر كيفاش يديرهم باش يلقى واحد الجزء من الراحه ديالو. قولوا لينا نتوما اش بان لكم، واش سي فري الفلوس مهمه في حياتكم ولا ماشي مهمه في حياتكم؟ خليو لينا في كومونتير. الا جات لكم شي قصه بحال ديال روبرت خليوها لينا في ان كومونتير باش نعرفوا كيفاش. وبقوا معنا الفيديو الجاي.